احنا اليوم زي ما كنا نتكلم عن المعمودية، طبعا المعمودية سر مقدس. انا اليوم بدي احكي لكم عن المعمودية والمارون لانهم كثير مرتبطات. على فكرة هو في ثلاث اسرار، واحد مرتبطات مع سوا، معمودية مارون وقربان، هذول تقريبا وحدة واحدة. بكفي اليوم عن المعمودية والمارون. المعمودية هي اللي بتخلي الإنسان يصير مش مسيحي. المعمودية لا تعمل مسيحي، المعمودية تعمل مصالحة مع الله. الإنسان لأنه ولد في المنفى، إحنا الأرض اللي إحنا فيها تعتبر منفى لأنه آدم وحواء انتفوا لهذه الأرض قصاص الخطية، وإحنا ولدنا في المنفى بالتبعية، ظلنا بالمنفى وأخذنا الخطية تبعت آدم وحواء اللي لاصق فينا ليوم القيامة. من شأن الصالح مع الله لازم نأخذ معمودية. عشان هيك بيقول المسيح لنيكوديموس، أعتقد إذا إشي بتشكوا فيه من طوله من هون، إذا بتشكوش ماشي، بيقول لنيكوديموس الذي لا يولد من الماء والروح القدس لا يدخل ملكوت السماوات. يعني في ولادة روحية، الولادة الروحية أعظم من الولادة الجسدية بقدر ما هي أعظم النفس من الجسد. على فكرة الدين وسع تشعباته كثيرة. انتوا ليش بتقولوا الخوري أبونا؟ لأنه اللي بلدك في بالروح هو الخوري في المعمودية. عشان هيك أبوك الخوري بما أنه ولدك روحيا هو أعظم من أبوك اللي خلفك بقدر ما هي النفس أعظم من الجسد. فعلى هذا الأساس المعمودية هي بتعمل مصالحة مع الله، ومن غير المعمودية فيش مصالحة. في يعني مثلا في إنسان كان زمان يتعمد كبار، لما يتعمد كبار اللي عملوا الخطية الجديدة الأصلية واللي عملوا لعند المعمودية بينمحي، لأنه هو في انحدار روح القدس. إذا كان عملنا هذا السر بانتباه واجب، معناته إحنا بيكون الروح القدس كامل التطهير. شو ما عمل خطايا طبعا إذا بيكون كبير هو بيعترف بديش شبين، بيكره دستور الإيمان، بيوعد يحافظ على الإيمان، وبيقبل هذا الدين بكل تقوى وبكل إيمان. عشان هيك كل أي خطية عملها لحد المعمودية غير الخطية الجدية برضو تغفر له. على فكرة بالدين المسيحي في ثلاث معموديات، والمسيح اعتمد بالثلاث: معمودية الماء والروح القدس عشان الخطية الجدية، معمودية الاعتراف قطرة من دموع ندامتك تضاهي حميم المعمودية، على رأي غريغوريوس النيسي اللي هو كان لاهوتي كبير. والمعمودية الثالثة اللي هي معمودية الدم أو الشهادة، حتى لو متت مش لازم تنكر الإيمان، وهذه اسمها معمودية الدم. والمسيح اعتمد بالماء والروح القدس، اعتمد بالاعتراف أمام بيلاطس، واعتمد بالدم على الصليب. طبعا الإنسان بيلاقي صعوبات في الحياة. إحنا اليوم مع كل أسف بنميل وين المطربات العالمية، وهذا أكبر كارثة للإيمان. يا هيك يا هيك. المعمودية لها أثار قديمة قبل المسيح. يعني لو جينا فتحنا في التوراة في شروج أصحاح 30 14-15 عدد، كان اليهود بيعملوا مرحضة، بركة تسمى مرحضة، إذا ما فيش بركة يعملوها من النحاس. ووصى هارون أولاده
قبل ما يخدموا يطرحوا في المي هذا كأنهم هم كانوا يفكروا بتغسلوا. هلا هم ما بتغسلوا، هم بيعملوا معمودية ولو ما عرفوا. كبرت هذه المعمودية إلى معمودية يوحنا اللي صار هيئ إنه لازم معمودية من شان نوفر الخطية الجدية اللي فيها اليوم، لازم نحافظ على هذا السر كديش بنقدر ونتممه لأولادنا منذ الصغر. في بعض الطوائف بيقولوا إنه الولد هذا ما بيفهم شيء، وإحنا شو بدنا نعمل فيه؟ لأنه ما بيفهم، فهم ما فهم، في النظرة الدينية ملوش وضع، هذا الكلام فاشل. ليش؟ هلأ إذا أنت حسيت إيد ابنك لقيته سخن تركض على الدكتور، هو بقول لك وديني على الدكتور، أنت بتركض على الدكتور من شان تحكمه. أنت بتعرف إنه هذا ابنك في حاجز بينه وبين الله، الخطية الأصلية. أنو أحسن، يظل في عداء وحرابة مع الله أم يتعمد منذ الصغر ويتصالح مع الله؟ كمان إحنا ما بنقدر ننمو إلا بنعمة الروح القدس. لما إجا المسيح في الأربعين قال هيك، شو بيقول الإنجيل؟ وأما الطفل فكان ينمو ويتقوى بنعمة الروح القدس. جسم المسيح لاهوت كامل، نسوت كامل، جسم المسيح، نمو المسيح كابن آدم كان عايز الروح القدس وبده ينمو ويتقوى فيه. كيف هذا الطفل مش عايز نعمة الروح القدس؟ وبالتالي هو ما عرفش الخطية، ما عملش الخطية هذا الطفل، إنما احنا بنعمله مشان نجري المصالحة. فهذا الولد إذا بنستنى مشان لما يكبر، معناته احنا في هذه الفترة خلنا نظل في عداء مع الله، ليس له قوة الروح القدس مشان ينقو فيها، وفي نفس الوقت هو بصيرش مسيح. الولد لما يكبر وما تعمدش، ما تقربش، ما سمعش، وإذا بدكم حسب الصحيح اللي ما أخذ معمودية وما أخذ المارون ممنوع يحضر القداس. يعني هذا الولد ممنوع يجي على الكنيسة دينيا. فكيف هذا بعد 18 أو 20 سنة من كل ثلاثة عمدك بده يتجوز، بده يروح على الجامعة، بده كذا كذا كذا، ما بيقدر يصير مسيحي؟ هو بظل شجرة برية، وعشان هيك لازم نعمد أولادهم صغار وينمو مع الروح القدس في داخل الكنيسة ويكونوا أبناء الكنيسة، أي أبناء الروح القدس. أبونا حابة أسألك، هل كانت معمودية يوحنا المعمدان كاملة بالروح القدس؟ لا، يوحنا المعمدان كان بيقول أنا عمدتكم بالماء، بالماء للتوبة، بالماء للتوبة، بالماء. طب هلا المي للتوبة، فهميني شوي. طب إيش كانت تعمل هاي المي اللي كان عم يقول فيها يوحنا المعمدان؟ هو بيهيئ حسب النبوة وحسب الكذا، هو بهيئ الناس للمعمودية الحقيقية، وكان بيقول مش عمدكم بالماء، كان أنا بعمدكم بالماء، يأتي بعدي الذي أقوى مني وهو سأعمدكم بالماء. حتى قال والنار في مرة، والروح القدس مرة قال بالنار الذي بيده المذراء ينفي بيضره يجمع القمح إلى هو الرائه ويحرق التبن بنار لا تطفى. الفرق بين معمودية يوحنا معمودية المسيح، المسيح لما تعمد في الأردن كان عنده الروح القدس والمي تقدست، وإثبات إلى ذلك المي اللي في نهر الأردن كانت مرة، ولما تعمد المسيح صارت حلوة بقوة الروح القدس. علشان هيك معمودية يوحنا تهيئ النية في شو الصلاح؟ الصلاح نية الإنسان، الصلاح نية الإنسان. إن وتعمل خير ما بتقدر أنت تعمل الخير كاملا إلا نعمة الله تباركه وتكويك. فعشان هيك معمودية يوحنا كانت توضح نية الإنسان إنه هو بده يتوب. هلا في هذه الحالة نعمة الله كانت تعطيه المغفرة لحسب نيته، أما مش الروح القدس كان عمدكم بالماء
يأتي بعدي وعمدك بالماء والروح القدس والنار. أبونا في كمان سؤال، لماذا طلب السيد المسيح أن يعتمد من حنة المعمدان؟ ليتمم ويكون مثال، يتمم الناموس ويكون مثال حي، مثال حي للمؤمنين اللي مشوا هذه المعمودية وحافظوا عليها، ليكون هو المثال والرمز الأول إنه إحنا نطيع من بعده كمؤمنين للرسل إنه نأخذ المعمودية. لم يكن المسيح محتاج المعمودية لأن المسيح شاركنا طبيعتنا ما عدا الخطية، النور كان في الظلمة والظلمة لم تدركه. كيف النور؟ المسيح النور الحقيقي، الظلمة الخطية، الظلمة لم تدركه. يعني المسيح ما فيش عنده خطية ولم تسعى إلى الخطية، وبالتالي هو غير محتاج إلى المعمودية، بل هو كان لتعليمنا نكون مثال إلنا. في سؤال ثاني، لماذا حل الروح القدس على السيد المسيح في نهر الأردن؟ مزبوط، سؤال وجيه. زي ما قلنا إنه المسيح كان عنده ناسوت وعنده لاهوت، وإذا بتلاحظوا إنه المسيح قبل المعمودية ما عاملش عجائب. المسيح الروح القدس اللي حل على جسده أعطاه القوة، ويعلمنا إنه من غير هذا الروح القدس ما في قوة تعملوا شيء. المعمودية اسمها عيد الظهور الإلهي، الآب بالصوت والحمامة تدل على الروح القدس، والابن في المعمودية ظهور الثالوث الأقدس للمعرفة، وإحنا نكمل هذا الطريق بعد المسيح. أما المسيح غير محتاج إلى المعمودية. إحنا قلنا إنه المسيح يعني الله عندنا بثلاث أقانيم، وهو الله بالاتحاد، الأقانيم غير منفصلة. مثلا يعني الإسلام بيقول المسيح من روح الله، بيقولوش إنه الله. هلا السؤال بيطرح نفسه هون، الروح متصلة أم منفصلة؟ الروح متصلة، وإذا كانت منفصلة بني آدم لازم يقول في التقصير. عشان هيك أنت وروحك واحد، أقانيم ولكن هم واحد. مثلا في الإنسان في أساسيات يمكن يكون مركب من 20 صنف بس في واحد. أنا بدي أحكي يعني أجيب ثلاثة زي ما هو ثلاث ثلاثة. الإنسان دم ولحم وعظم، مزبوط. هلأ أنا بقول أنت عندك ثلاث خصائص منشان تمشي في الحياة، بس الثلاثة واحد ومتصلات مع بعض. هيك المسيح الله لأنه متصلة وليس منفصلة الأقانيم عن بعض عن بعض. وباخذ حجة إنه يوم تعمد صار في يعني طلع حكى هذا هو ابن الحبيب، هاي الحجة اللي باخذوها إنه عشان يفرجوا إنه الله اللي حكى كيف هذا هو الله. لا، المسيح كان مرات بيصلي، كان ناسوته بيصلي للاهوته، أما الروح فنشيط الجسد فضعيف. حتى المسيح على الأرض في مرات كانت تدل على الناسوت، لما عرق وخاف من الصلب وهو كان عارف، هذا يدل إنه ناسوت كامل. ولما كان بكيم الميت اللاهوت الكامل، لاهوت وناسوت متحدات مع بعض، وبالتالي هو المسيح الله.